بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا عن الـ variables والـ triggers، ويعني احنا واجعين في دايرة الـ interactivity برضه، هيجي الكلام عن الـ controls، وراح نتكلمه مقاما في الأول كده عن الـ buttons. البوتونز يا جماعة طبعا معروفة ومحدش يقدر يقلل من قيمتها في ان نضيف محتوى او انها اداة ممكن نستخدم عشان نعمل انتر اكتيفيتي. ارتيكوليت ستوري لاين بيديني مكتبة من الريدي ميد بوتونز بتساعدك وبتحاول تخليك تحافظ على تصميمك. من قائمة كنترولز بتلاقي ان انت عندك ادي بوتونز شكلين، طبعا الشكل ده اللي هو راوند بس كيرف شوية، ده راوند بكيرف جامد شوية يعني، تمام، ده الفرق ما بين الاثنين. ومعايا طبعا الراديو بوتونز والتشيك بوكسات، دولت الثلاث انماط من البوتونز اللي يعني ايه احنا هنحاول نعمل فوكس عليهم دلوقتي. البوتونز العاديه، الزراير العاديه، والتشيك بوكسات اللي هي قائم الاختيار، والراديو بوتونز انت بتختار حاجه واحده بس من بين مجموعه من الاوبشنز. عشان تبتدي تدرج بوتونز بمنتهى البساطه، جاست تبتدي تختار وترسمه بايدك، تمام. ديات الجانب، الجانب التاني بتاع لو انت كنت عايز تضيف تكست، جاست كليك عليه واكتب بشكل مباشر على طول، تمام يا جماعة. فهو بيوفر عليك بدل ما انت تبتدي تضغط بقى على البوتون وبعدين تروح تدرج فوق منه مش عارف تكست بوكس، لا جاست كليك على طول، دبل كليك عشان تبتدي تكتب، او تقول كليك يمين وتبتدي تعمل حاجة اسمها اديت تكست وانت في طور التحرير. طبعا اكزت بتطلعك من طور التحرير، كليك يمين واديت تكست بتطلعك بتخليك تدخل في طور تحرير النصوص اللي هي مكتوبه اللي موجوده عليها يعني. بمنتهى البساطه لو انت كنت عايز تضيف تكست على موضوع، على ايه، على البوتونز بتوعك. نفس المشهد ده بنعمله لو احنا على الراديو بوتونز وعلى التكست بوكس يعني. جاست مثلا خلينا نروح لقائمه انسرت مره تاني، والمره دي راح نختار مثلا راديو بوتونز. جاست انت برضو بتبتدي ترسمها واكتب بس على طول يعني، مثلا ايه الاختيار الاول، تمام يا جماعه، اداه الفكره. وخلونا نعمل رايت تو ليفت، او خليها زي ما هي كده في ليفت رايت. ده كان جن. طب اوكي ماشي. بخصوص الفورماتنج، التنسيقات بتاعه البوتونز ذات بمنتهى البساطه كالعاده، جاست كليك وتروح لقائمه فورمات الحاجات المعهوده يا جماعه. لو انت عايز تضيف طبعا مشهد، لو انت عايز تضيف له تريجر، ده جزء تاني خالص خاص بمساله البروجرامنج، ليه الايكونز بتاعه. لو انت عايز تضيف له ايكون معينه هتتحط في مكان معين. طبعا لو انت عايز تعمل الاينمنت، تغير في اللون، تضيف تعمل لها ريموف، تبتدي تختار من ستايل معين، الفورمات، الكلام ده كله الناس اكيد فين بيه وعندها علم بيه. الجانب بتاعت لو انا كنت اخترت حاجه معينه عايز اخليها هي الديفولت بحيث انها تتطبق على كل البوتونز التانيين من نفس النوع، جاست كليك عليها على بوتونز بس على الاوبشنز، على الحدود بتاعته يعني، انت بتكليك بس مش في طور التحرير يعني، تمام. فبتقول له ديت سيت از اديفوت بوتون، خليني ده هو التنسيقات الافتراضيه لاي بوتون. فاي بوتون تاني هاخد نفس التنسيقات اللي انت عملتها في البوتون ده، فاهمني يعني. ده هيكون مثلا التنسيقات الافتراضيه من حيث اللون والشكل والارضيه والبوردر والكلام اللي بالك فيه ده، تمام. جاست لو انت كنت عايزه هو ده تكون الديفولت، جاست كليك عليه على الحدود مش في طور تحرير النص، ورايت كليك وتقول له سيت از ديفولت بوتون، خليه لي ديفولت بوتون ده اعداد افتراضي. الجانب الثاني اندرستاندنج بوتون ستيتس يا جماعه. بخصوص موضوع الستيتس ده بمنتهى البساطه، خلونا نرفع التايم لاين شويه، تمام. انا عندي في التايم لاين يا جماعه ثلاث حاجات، حاجه اسمها تايم لاين، والحاجه الثانيه ستيتس، والثالثه نوتس. النوتس ذات تدوينات الناس عرفتها طبعا، تمام. وللتايم لاين ممكن يكون يعني احنا اتكلمنا عنه في حلقات فاتت بس هنفصله ان شاء الله باذن الله كمان شويه قدام. بالنسبه للستيتس، الستيتس عباره عن حالات لكل اوبجكت، كل اوبجكت بيكون لي مجموعه من الستيتس. مثلا في البوتونز عندك نورمال، الحاله العاديه، عندك هوفر لو هو عمل هوفر عليه تبتدي اللون يخف شويه، عندك داون لو هو عمل كليك عليه فالالوان بتتغير شويه، عندك فيزيتد لو هو كان اوريدي زارو، اور ديسيبل لو هو ما كانش متفاعل. عشان تغير في ستيت يا جماعه جاست دبل كليك عليها وتحط لها التنسيق اللي انت عايزه يعني مثلا كده. فده بيجي تاثير نورمال وده بيجي تاثير هوفر. فلو انا عملت مثلا يا شباب بريفيو للسلايد ديت، انا اجي ان البوتوم بتاعي في تاثير نورمال حاجه، ولما بعمل هوفر عليه بياخد تاثير حاجه ثانيه، هي دي اسمها الستيتس. فكل اوبجكت يا جماعه بيكون لي مجموعه
ستيت مثلا، عند التشيك بوكس، عند الراديو بوتنز ذات، اه عندي نورمال وهوفر وداون والكلام اللي بالك فيه، تمام. انت ممكن تعمل كنترول على اي واحده من دول تغير فيها. عشان تغير في اي واحده من بمنتهى البساطه، جاست دبل كليك عليها وادي لها الستايل اللي انت عايزه. ونفرض انا بشتغل بشكل عام يا جماعه، يعني عموما تمام، انا ادي لها الستايل ديت، تمام. فده في تاثير الهوفر، وده بتاثير النورمال. لو انا عملت برضو نفس المشهد بريفيو للسلايد ديت، هلاقي ان الاوبشن بتاع في تاثير هوفر واخد حاجه ونفس القصه، تمام يا جماعه. ده بخصوص موضوع الستيتس، ده بتدي لك بتحاول تلفت نظر المتعلم ان في فرق ما بين دي وفي فرق ما بين ديت بمنتهى البساطه. دي الفكره العامه من قصه اضافه البوتونز يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.